اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي ايهاب ممدوح. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن موقع تريدر واجون، وده موقع كنا اتكلمنا عليه وعملنا فيديو سابق عنه، اتكلمنا فيه عن طريقة اختيار المتداول الصحيحة وان انت ازاي تختار المتداول بناء على بعض المعايير اللي بيوفرها لك الموقع طبعا، واتكلمنا فيه عن خدمة النسخ الخاصة او معرفة خدمة النسخ، ان انت لو ما عندكش الوقت او ما عندكش الخبرة ان انت تتداول فبتروح ان انت تشحن المنصة الخاصة بيك، سواء اللي هو بتكون منصة باينانس، لان البرنامج على منصة باينانس وشريك مع منصة باينانس فقط، فلازم يكون عندك رصيد على منصة باينانس عشان تقدر تنسخ وتستخدم خدمة النسخ. فانت لو ما عندكش الخبرة او ما عندكش الوقت فبتقدر ان انت تنسخ اي حد، فانت بتروح على المتداولين وتختار على حسب الفلتر، يعني على حسب اخر 30 يوم ربح، على حسب عدد الناسخين، فالناس بتنسخ واحد كتير جدا، فبالتالي هو عنده قاعدة من الناس اللي بتنسخه بناء على عدة بيانات، ان هو مثلا بيكسب في الشهر كذا، او ان هو بيخسرش كتير، او نسبة الريسك عنده اقل من غيره، فبالتالي بتلاقي الناس بتروح عنده باكتر عدد ممكن. فاحنا تقدر تدور وتشوف براحتك جدا جدا، وده بيكون اسهل طريقة ان انت ما عندكش خبرة في التداول فبتختار الشخص مقابل ان هو بياخد منك ربح 10% على الربح، يعني 10% من الربح مش 10% من رأس مالك، هو بياخد وبيعمل كل ده والصفقات، لما بيكسب او تيجي تكسب بياخد 10% من الربح. فليكن الشخص التاني ده فلتر عدد الناسخين، وده بينسخه 195 شخص من 200. الشخص اللي هو بيكون قدامه العلامة بالزرقة دي كوبي، يعني تقدر تنسخه، علامة فل خلاص كده هو عنده كومبليت العدد مليان ما تقدرش تنسخه، فهنا بتضغط عليه وبتشوف البيانات الخاصة بيه والشارت والصفقات. ودي الميزة في منصة تريدر او موقع تريدر واجون، ان هو بيجيب لك كل حاجة خاصة بالمتداول، الصفقات الحالية والصفقات السابقة، وكمان العملات اللي بتداول عليها. وزي ما احنا شايفين دي البيانات الخاصة بالمتداول DBFL، ولو انت شفت هتلاقي هنا بيقولك ان هو معاه او البورتفوليو راس المال والمحفظة 6579 دولار بربح حوالي 66% من الصفقات، بربح 95% على اخر 30 يوم من اجمالي 33 اوردر، ناجح في 22 اوردر. وهنا بيقول لك الحد الادنى للنسخ معاه 300 دولار، ولو جينا هنا للتريد هيستوري هنلاقيه عامل ارباح خيالية زي ما انت شايف كده، كل صفقاته لونج، والصفقات هنا الربح بالاخضر زي ما انت شايف، تقريبا اخر 11 صفقة كلهم ناجحين بربح 234 دولار ودولار و249 دولار و199 دولار، يعني متداول ممتاز جدا جدا. فانت لو خلاص اخترته وده ممكن تشوفه ان هو مناسب او انا اشوفه ان هو مناسب، فتضغط على كلمة كوبي ويكون معاك 300 دولار الحد الادنى للخاصين بالناس. طبعا لازم تكون رابط حسابك في باينانس بحسابك في تريدر واجون، كل اللي عليك ان انت بتروح هنا على علامة الرأس عشان الربط وتضغط على اكاونت سيكيورتي، فكل اللي هتعمله عشان تربط حسابك بتريدر واجون بمنصتك في باينانس ان انت هتضغط على كلمة لينك، لينك انفو، وتضغط على كلمة لينك فهيحولك على حسابك في منصة باينانس، فكل اللي عليك ان انت هتضغط كونفيرم وتدخل البيانات الخاصة بحسابك في منصة باينانس، وكده هيكون وهيتم الربط ما بين حسابك في تريدر واجون بحسابك في منصة باينانس. كمان في طريقة تانية ان انت تروح على الصفحة الرئيسية في التطبيق الخاص بمنصة باينانس وتدوس عليها دوسة كده، هتلاقي عندك كلمة تريدر واجون، وبعد كده تضغط عليها هيحولك على ان انت تعمل كونفيرم وربط ما بين حسابك في باينانس على حسابك في تريدر واجون. الموضوع سهل جدا وامن جدا ما فيهوش اي مشكلة، خصوصا لو انت ما عندكش الخبرة او الوقت للتداول. في النهاية ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.